بريان سركيس تشبريان، محلل أول أسواق المالية في مجموعة إيكوتي. أهلا ومرحبا بك سركيس، وشكرا على وجودك معنا. ماسك طرح سؤالا مهما، حينما تم إطلاق هذه العملات للمرة الأولى في بالنسبة للبيتكوين، كان الهدف طبقا للوايت بيبر أو الورقة البحثية فيها هو الحد من عملية تلاعب البنوك المركزية بمستويات النقد، وخاصة ما حدث بعد الأزمة المالية العالمية وطباعة تريليونات الدولارات، وما حدث مرة أخرى من البنوك المركزية عالميا، وهذه سياسات نعلم يعني الفجوات الطبقية التي تحدثها عملية التيسير الكمي. من ناحية أخرى يعني نفس الانتقاد يوجه إلى العملات المشفرة التي تتقلب بشكل كبير ويمكن أن تمحي ثروات في لحظات أو تصنع ثروات أيضا في لحظات، لكن ماسك اختار أن يؤيد العملات المشفرة، فهل هي هذه هي المعركة الأساسية القائمة الآن؟ وهل يمكن أن تكون فعلا العملات المشفرة حتى بصورتها الفوضوية الحالية هي نواة لما يمكن أن تكون عليه شكل النقود في المستقبل؟ لا شك في أننا سمعنا عن أنباء أظهرت توجهات من الفدرال الأمريكي وأيضا من الصين لاختبارات على عملات مشفرة، أو خلينا نحكي عملات رقمية لتبادلات تجارية، وهذا يبدي أنه إحنا في التطور التكنولوجي في توجه حقيقي نحو، إن كان لا أريد أن أقص بالذكر كعملات مشفرة، لكن هي العملات الرقمية بشكل عام. أما إذا انتقلنا تحديدا إلى أسواق العملات المشفرة، فكما تفضل هنالك مشكلة التذبذب الحاد بل التذبذب الكبير الذي تشهده الأسواق المالية. ولو نظرنا أيضا إلى المؤثرات في هذه الأسواق فهي قوة طلب وعرض، لكن هذه القوة تتأثر بتغريدة صدرت من هنا وهناك، والتي كان آخرها عدة تغريدات من إيلون ماسك عندما أشار بداية إلى أنه شركة تسلا سوف تقبل البيتكوين من أجل شراء سيارات تسلا، ثم عاود وألغى ذلك عندما أشار إلى قلقه على خلينا على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة وغيرها، وهذا ما سبب تقلب كبير جدا في أسواق العملات. حاليا تتعرض أسواق العملات الرقمية لمورد جني أرباح قوية، هنالك عدة مسببات لذلك، ولا أستطيع هنا أن أشير فقط إلى تغريدات إيلون ماسك، بل هنالك أسباب أخرى داعمة للانخفاض، لأني أسمع بأن العديد من المتداولين قاموا باتخاذ قروض بل وبيع وكذلك بيع للمكشوف في أسواق العملات، وعندما بدأت بالانخفاض الذين اتخذوا هذه القروض بدأوا بعمليات أيضا بيع مكثفة، وأيضا يعني أنا أريد أن أسألك أستاذ سركيس، هذه نقطة مهمة. نعم. يعني ما يسمى بالكريبتو كريز أو هذا الجنون المرتبط بالعملات المشفرة يشبه كثيرا ما حدث في عام 2000 وفقاعة التكنولوجيا، حيث كان يعني يتم شراء هذه الشركات بمبالغ طائلة والكل كان يقترض، ولكن في النهاية بقيت الشركات القوية، بقيت جوجل، بقيت ياهو في هذا الوقت، بقيت شركات صنعت صناعة الانترنت اليوم. هل يمكن أن يتكرر ذلك؟ نعم هناك الآلاف من العملات المشفرة، ولكن هناك عملات بالفعل تؤدي دورا حقيقيا. بالضبط كما تفضلت، يعني في أن الآن أعتقد أنه ستحصل انتقائية كبيرة وانخفاض في أعداد العملات التي سوف تبقى وتعيش في ظل هذه الأزمات، إذا صح التعبير الآن أن نطلق عليها أزمة. فهنالك أيضا الأمور القانونية ومنع الصين لتداول البيتكوين على سبيل المثال على مؤسسات مالية، كلها أثرت بالسلب. وهنا أخص بالذكر أيضا مرة أخرى الأشخاص المتداولين الذين قاموا باقتراض النقد من أجل الاستثمار، رأوا أشخاص استثمروا في البيتكوين بألف دولار وألفين دولار وأصبحت في عشرات الآلاف، ويريدون تقليد هؤلاء المستثمرين. لكن مع وجود القروض ومع الانخفاض في أسواق العملات المشفرة شهدنا تزايد كبير في هذا الانخفاض، بالتالي أعتقد بأننا حاليا في موجة هلع قد تستمر لبعض الوقت، لكن هذه الموجة باعتقادي قد تكون فيها بعض الصحية لأسواق العملات المشفرة للإبقاء على العملات التي قد تكون لها على سبيل المثال أصول ليس كأصول داعمة أو أنها مقومة بالأصول، لكن لديها مشاريع أو ربما تكون بالفعل مساندة للتبادلات النقدية المستقبلية.
هناك وجهة نظر تقول يجب ألا نتعامل مع هذه العملات المشفرة باعتبارها عملات، هي أصول يمكن أن تكون لها قيمة مكتسبة من الوظيفة التي تؤديها هذه العملات، وهو نوع جديد من الأصول المالية أو asset class جديد، يعني كالأسهم أو السندات أو غيرها من الأصول أو السلع، هي نوع جديد يجب أن يتعامل معه بشكل منفصل تماما ولا نطلق عليها عملات لأنها لن تكون بديلا للنظام النقدي. هل تتفق أيضا مع هذا الطرح؟ الآن لو نظرنا إلى كل من يمتلك البيتكوين على سبيل المثال أو دوج كوين إثيريوم وغيرها من العملات الرقمية، كيف يقيم أملاكه؟ يقيمها إما في الدولار الأمريكي أو في عملة البلد التي هو المستثمر فيها. بالتالي هذا باعتقادي أنا أعتبره أصل أكثر من كونه عملة. ويذكرني أيضا في نشأة المشتقات المالية، إذا عدنا بالزمن إلى نشأة المشتقات المالية كيف تم التعامل فيها وكيف أصبحت قوة الطلب والعرض تؤثر فيها وكيف أنها فاقت كثيرا الأصول المقومة فيها. وأعتقد هذا أيضا ما يحصل في ما يسمى في العملات المشفرة، فهي ليست عملة حتى رغم أنها هنالك بعض القبول لهذه العملات المشفرة من بعض الجهات، لكن حتى المستثمرين فيها عندما يقيمونها يتوجهون لتقييمها من خلال أما الدولار أو عملات نقدية أخرى ليحددوا الربح والخسارة. لكن هنا سيطرت البيتكوين هنا سيطرت البيتكوين على هذه العملات. حاليا قلت بشكل كبير هذه السيطرة عن الفترة الماضية، وربما حاليا تمثل هي أقل من 40% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة. السؤال الآن، بيتكوين يعني ربما بالنسبة لبقية العملات المشفرة هي وسيلة أقل كفاءة، يعني هي فقط ظهر في البداية، لكن يعني عملية الترانزاكشن للبيتكوين تستغرق تقريبا 16 دقيقة، هناك شبكات أكثر سرعة حاليا من ذلك. الأمر الآخر أن هناك عملات مثلا مشفرة ظهرت لتحل مشكلات، دعنا نقول مثلا أحد الأمثلة، أحد العملات فيتشين أعتقد أنها تحل مشكلة معينة مختصة بموضوع سلاسل الإمداد أو موضوع الإيقاف السلع والسرعة. نعم يعني هناك هذه العملات، هل يمكن أن تحل محل البيتكوين؟ هل يمكن أن تكون البيتكوين فقط قد ظهرت لتظهر هذا الاتجاه للعالم ثم تعود من حيث أتت، أم أنها ستبقى كما يسميها المتحمسون لها الذهب الرقمي؟ باعتقادي عندما نتكلم عن العملات المشفرة، خلاص الناس أخذوا فكرة إجمالية أنه عندما أتكلم عن عملة مشفرة فأنا أتكلم عن البيتكوين. هذا تحديدا قد يبقي على البيتكوين ضمن العملات الرئيسية، بل أعتقد بأنها ستبقى من العملات الرئيسية في أسواق العملات المشفرة. من الصعب جدا الآن تغيير نظرة إجمالية لمتداولين العالم، كما أشرت لحضرتك من قليل أنه الناس تنظر إليها كمشتقات وتنظر إليها كأصل يتم تقييمه بعملات أخرى لإجراء التبادلات. هذا الإجراء التبادلات ما زال محدود نوعا ما حتى الآن، حتى قبوله بالمتاجر وغيرها بدأ هنالك بعض القبول، لكن لم يصل مرحلة أن نقول بأننا قيمناها كنقد. فالبيتكوين أعتقد أنها سوف تستمر، بالفعل سوف تستمر، طبعا أخذين بعين الاعتبار لو ظهرت إجراءات حكومية من العالم مثل الولايات المتحدة الصين وغيرها، لكن بتحييد هذا الأمر باعتقادي أن البيتكوين ستبقى هي ضمن العملات الرئيسية في أسواق العملات المشفرة، وذلك للقبول الواسع لها ما بين المتداولين. فنحن في أسواق لا تعتمد على أصل يقيم هذه العملة المشفرة، لكن تعتمد على قوة الطلب والعرض على وجه الخصوص. أشكرك سركيس تشوبريان، محلل أول الأسواق المالية العالمية في مجموعة إكوتي، شكرا جزيلا لك على هذه التحليلات.